السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض نموذج للشغل على برنامج اليونيتي، هو محرك العاب وهتزداد الاهميه بتاعته نتيجه ان احنا داخلين على الميتافيرس. طيب انا دلوقتي عايز ابدا ان انا ارسم اي شغل عليه، فاجي هنا واقول له ان انا عايز ارسم 3 دي اوبجكت واقول له كيوب، فهو حط لي الكيوب دوت. طيب ممكن اقول له ان انا عايز اغير السكيل بتاعه فبالشكل دوت، وهبدأ ان انا اكبر السايز بتاعه بالشكل دوت اهو. طيب عايز ابدأ ارسم بقى مكعب اخر، فاجي هنا اقول له 3D Object Cube وارفعه. طيب مش سكيل بقى، هقول له موف وارفعه بالشكل دوت. طيب دلوقتي هما الاتنين ابيض، فانا ممكن نحصل لخبطة بينهم، فانا عايز ابدأ ادي لون، فهقول له هنا ان انا عايز اضيف Create Material، والماتيريال دي تقدر تغير اللون بتاعها مثلا للون الاحمر بالشكل ده. طيب الماتيريال ديت ممكن تيجي هنا وتسميها مثلا ريد، وطبعا في خصائص كتيرة يعني، بس احنا ايه اللي احنا محتاجينه بس ان احنا نخليها باللون الاحمر. طيب وهاجي هنا على الكاميرا، بدأت تظهر الكاميرا زي ما انت شايف، الكاميرا مش طالع فيها المكعب، او ممكن تعمل كده بحيث ان هو يظهر فيها. تمام، او تيجي هنا على المين كاميرا وتقول له align with view او align view، او بحيث ان هو يبدأ ياخد نفس الفيو اللي انت موجود فيه. تمام، طيب طيب ال ديت المكعب دوت ممكن نضيف خاصية اسمها ريجد بادي. تمام، دي فيها خاصية، مثلا أول خاصية اللي هي الوزن بتاع الحاجة، هنا الدراج اللي هو المقاومة للجاذبية بحيث إن كأنك نازل بباراشوت مثلا، حاجة زي كده. أما حاجة بالنسبة لنا يوز جرافيتي، متعلم عليها صح، فلما نقوله شغل إن أنت بتدوس على علامة البلاي اللي فوق ديت، بتبدأ عملية الجاذبية تشتغل. طيب ممكن نقول له طب احنا عايزين نلغي الجاذبية، طب لما نلغي الجاذبية مفيش حاجة تحصل، ده مفيش جاذبية فمفيش تأثير خالص بيحصل. طيب نرجع الجاذبية تاني. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز الدراج دي مثلا، تقدر تخليها مثلا تكبرها زي ما انت عايز، بس هتوصل لدرجة ان هي ايه مش هتنزل خالص، احنا بنحاول نخليها بس تنزل بس بالراحة، شايف بتنزل براح خالص. تمام، فتقدر انت تقلل النزول بتاعتها. طيب هنخليها هنا ترجع تاني صفر. هي فيها خصائص فيزيائية كويسة جدا. طيب المكعب ده انا ممكن اعمل له تكرار دوبليكيت. تمام، وهبدأ اخده كده لفوق، فيبقى انا عندي كده اتنين موجودين. طيب ده هلغي منه الجاذبية. تمام، وده الجاذبية بتاعته شغالة. تمام، فيبدأ ينزل فيخبط فيه، فايه يتفاعلوا مع بعض، أجبره ان هو ينزل. طيب ممكن نقول له لا، ان ده مثلا ملوش علاقة بأي حاجة خالص، كينماتيك. ما تأثرش بيه، منزلش معاه. تمام، فنرجعها تاني، ممكن نقول له الجاذبية بس نغير السرعة بتاعته، هنخليه بطيء شوية. تمام، التاني هيكبره يعني، بص هيبدأ ينزل، المفروض ان هما الاتنين نازلين مع بعض، لأ التاني أبطأ منه شوية، فهيلحقه وياخده ويسحبه. بص بدأ ينط، فبقول لك في خصائص جميلة جدا في البرنامج. طيب لو انا قلت لدوت لا مالكش دعوة بالجاذبية، بس هغير الروتيشن بتاعه. تمام، وده اللي فوق ممكن منغيرش منغيروش، بس خلينا نغيره كده نشوفهم يتعاملوا مع بعض ازاي.
فهو برنامج فيه جزء كبير جدا من المحاكاة. طبعا انت تقدر تتحكم في كل واحدة فيهم، تظهرها وتخفيها من خلال الليرات. يعني لما تيجي هنا تقول له edit layer هتلاقي ليرات كتيرة قوي. ممكن نعمل هنا layer مثلا لكيوب 1 ولير لكيوب 2 بالشكل دوت، وبعد كده خلينا نوقف دوت وده محطوط على ان اللاير على الديفولت. لا نقدر نقول له ايه ان احنا عايزين نضيفه للاير مثلا كيوب 1. تمام، طيب ودوت ممكن نضيف له لير تانية كيوب 2. فيبقى عندي هنا ده موجود على كيوب 2 وده موجود على كيوب 1، بحيث ان انت بعد كده تقدر تتحكم في الليرات، تخفي وتظهر اي لير انت عايزها، بحيث ده بيسهل لك موضوع الاخفاء والاظهار. ده من خلال ان انت هتيجي هنا في اللير وتبدأ تقول له مثلا اخفي لي اللير ديت او اظهر لي اللير ديت، فتقدر تخفي وتظهر الليرات اللي انت عايز تظهرها وتخفيها. وهنا اللي اوت فتقدر تقول له مثلا عايز انظمهم بشكل اخر بالشكل ده، وتقدر تلاقي اشكال كتيرة تنظم فيها. فممكن مثلا هنا تبقى اللقطة وهنا الجزء مثلا بتاع الكاميرا، فتقدر تختار اكتر من لي اوت لتنظيم الشغل.